هنا تحدثنا عن النيكي وارتباطه في الاقتصاد، وطبعا مؤشر النيكي ارتفع أكثر بكثير مما عليه الاقتصاد أداء، ولكن الحديث الآن أيضا عن الين الياباني الذي كسر مستوى حاجز 100، وصل إلى يعني ما يقارب من 104 ين للدولار، والآن عدنا إلى التراجع. هل تعتقد بأن حاجز 100 أصبح حاجز دعم مهم جدا بالنسبة للين مقابل الدولار؟ بالفعل حسين، يمكن نقطة 100 مقابل الدولار الأمريكي أعتقد هي نقطة دعم كثير مهمة جدا. هلا بتوقع أن ممكن الين يكون عنده قدرة يرجع، يعني يرجع مرة ثانية إلى مستويات 101 102، لكن أعتقد هي مرتبطة بمدى التطورات الاقتصادية في اليابان، وخصوصا كما قلت لك سابقا بالعوائد على سندات الحكومة اليابانية. اليوم شفنا الصبح في تراجع شوي تقريبا ب 0.2 أو 3% على سندات الخزينة اليابانية اللي بتستحق لعشر سنوات وبالتالي نحن إذا شفنا يعني تراجع مستمر في هذه العوائد، أعتقد رح نشوف نحن نرجع للين الياباني إلى مستويات 101-102 سابقا. 100 هي مستوى أعتقد نقطة دعم مهمة، حاجز نفسي. في حال نحن يعني انكسرنا نقطة 100، أعتقد نحن ممكن نوصل على حاجز 98 مرة ثانية بشكل أو بآخر، لأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه بالخسائر المتتالية بمؤشر نيكي، فأعتقد بأنه الين الياباني ما رح يكون عنده قدرة أنه يبقى على مستويات 100، وبدنا نشوفه نحن على مستويات ممكن 98 مرة ثانية قبل ما يرجع ممكن مرة ثانية أنه يعمل عملية كوركشن أو تراجع مرة أخرى. لكن كما قلت الين الياباني في الوقت الحالي صراحة يعني يتحرك بموجب الأخبار الأساسية، بموجب الإصدارات الاقتصادية في اليابان أكثر من كونه بموجب المستويات التقنية. لكن اعتقد بانه الين الياباني مرجح يعني وعنده القدره الاليه انه يبقى على هذه المستويات الضعيفه 100-101-102 في الوقت الحالي مرهونا بالخطه الاقتصاديه الموجوده حاليا في اليابان. لكن كما قلت لك سابقا الموضوع في اليابان الان انه في عندك انت كثير شكوك كبيره بشان قدره البنك المركزي الياباني خصوصا على هذا الموضوع، يعني بحاجه الى اكشن. وبالتالي اذا البنك المركزي الياباني تدخل وربما قام بشراء سندات الحكومة اليابانية، أو في عندك الشركات الكبيرة والبنوك الكبيرة في اليابان تدخلت وقامت بشراء السندات الحكومية، سندات الحكومية في اليابان، ربما نشهد تحسنا في هذا الموضوع. لكن مازن هناك أيضا إشارة خطرة أيضا من ربما من الشركات التصنيف الائتماني ربما أيضا تخفض تصنيف السيادي للديون اليابانية، وهذا أيضا ما سيضغط أيضا على أسعار السندات ورفع العائدات من جديد، ربما يعني تفقد السيطرة. يعني لا تعتقد هذا يعني يسبب حذر مهم بالنسبة للحكومة؟ هي المخاوف تماما حسين اللي عم تحكيها حضرتك، لانه يعني اذا استمر العوائد على سندات الخزينه والحكومه اليابانيه بالارتفاع سوف يشكل عائق كثير كبير وضغط هائل جدا على ميزانيه الحكومه اليابانيه اللي هي اصلا في عندها بشكل أو نحن شفنا الميزان التجاري صافي عندك انت يعني تقريبا تراجع او في عندك انت يعني عجز ب 8 الى 9 مليار دولار صح. وبالتالي انت عجز الميزانيه عم يزداد، وبنفس الوقت انت في عندك تكاليف المعيشه عم ترتفع في اليابان والعوائد على سندات الخزينه عم يرتفع، وهذا كله بشكل ضغط على الميزانيه. فاذا اليابان امام تحدي حقيقي، لانه اليابان وهذا تماما اللي صرح فيه صندوق النقد الدولي الانتباه الى مستويات الدين اللي هي تقارب 200 الى 240% من الجي دي بي في اليابان. وبالتالي فعلا كورودا بحاجه هذه اللحظه الى القيام بعمليه تدخل واضحه، صح انه هو صرح بانه العوائد ممكن تكون 1 الى 3% ضمن شروط النمو الاقتصادي، لكن اذا استمرت العوائد على الارتفاع من دون اي تاكيد او جارنتي وضمان على موضوع النمو، فماذا بده يكون في عندك انت نتيجه سلبيه جدا. اذا لا نمو اقتصادي سريع كما تم يعني تحديده في السابق وارتفاع في العوائد، نعم مشكله حقيقيه. نعم، على كل مازن ساستكمل الحديث معك وطبعا اداء الاسواق الاوروبيه والامريكيه ولكن بعد قليل.